ولمجلس التعاون الخليجي يستر الناظر والخاطر بما يرى ويتابع على أرضية هذا الميدان. انطلق قبل قليل الشوط السادس، شوط مخصص للزمول المهجنات الأصايل، والمسافة هي مسافة القدرة والتحمل، مسافة 8 كيلو مترات. إذن أيها الحفل الكريم، هكذا انطلقنا وهكذا انطلقت هذه الزمول، فحول المستقبل، بنوك كل إنتاج في القريب العاجل. مرة أخرى مشاهدين الكرام، نعود إلى أجواء الصدارة. هناك من انفرد، هناك من وضع له مكانا خاصا ومرموقا على المقدمة، اللي هو راهي، وهو راهي على الشوط حتى الآن للسيد غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، باسم مظفر بن غلام بن موسى البلوشي. وهذا هو البلوشي دائما في كل شوط يفتتح التعليق والإذاعة. راهي إذن انفرد وانطلق مع المركز الأول، بينما نتابع المركز الثاني. ومن في المركز الثاني سنتعرف عليه الآن، ما هي إلا لحظات قليلة وسوف نعطيكم من يحتل المركز الثاني. في هذه اللحظات يصل شاهين للسيد مبارك بن محمد بن مبارك العفاري، هو من يتقدم مع شاهين إلى المركز الثاني. وهنا شاهين ينطلق مع المركز الأول، أبوه شاهين مرموق، بنت مرموق أيضا، وهي بنت مرموق، وانتاج خلي. الله يا شاهين، إذا ينحدر من سلالة شاهين مرموق ويتوأو البكرة على شاهين مرموق اللي تنويه، ولكن هذا شاهين من سلالة شاهينية من نفس السلالة، كيلو متر على خط النهاية. وما زال شاهين في المقدمة، مبارك بن محمد بن مبارك العفاري. المركز الثاني هنا براق للسيد منصور بن علي بالخصم الكتبي، هذا هو براق، أذعنا قبل قليل سلهود ولكن اسمه براق. أما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى الحنيش يتقدم، يتقدم الحنيش متعب بن عبد الله بن راشد الفيدان المري، غير الحنيش الآن واستلم زمام المبادرة، بادر الحنيش بانتزاعه للمركز الأول. الحنيش متعب بن عبد الله بن راشد الفيدان المري وفي المركز الثاني. الله الله، المركز الثاني براق، منصور بن علي بالخصم الكتبي هنا ينطلق مع براق في المركز الثاني. الطاير على المركز الثالث غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. وفي المركز الرابع هناك نجد، نرى من يحتل المركز الرابع الآن اللي هو شاهين للسيد مبارك بن محمد بن مبارك العفاري. وفي المركز الخامس نزاع محمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور المري، ولكن أعود إلى الحنيش والطاير. طار الطاير، الطاير عندما دخل الكيلومتر الأخير إلى صالة المغادرين، طار الطاير وطار معه مشاهدينا الكرام شعار ممثل العوينة غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. ينطلق مع الطاير في المركز الأول، المركز الثاني والخطورة مع براق للسيد منصور بن علي بالخصم الكتبي. أما المركز الثالث فنجد هنا من يحتل المركز الثالث اللي هو نزاع محمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، ولكن شوفوا الطاير وبراق، الطاير وبراق. الله يا براق، وصل براق ليختطف المركز الأول الآن من الطاير. براق للسيد منصور بن علي بالخصم الكتبي، انطلق براق يريد أن يبعث السلام هناك إلى أهالي الهير. الله الله الله، هذا هو براق في شوط التكتيك، في شوط التكنيك، في شوط الأعصاب، في شوط القراءة الممتازة. جزيل ينطلق مع المركز الثالث، متعب راشد بن سلعان المري، ولكن براق والطاير على المركز الثاني. جزيل يأتي في المركز الثالث، متعب راشد بن علي بن سلعان المري، ولكن براق. الله
الله الله، براق والطاير، الطاير وبراق وجزيل، ولكن نقترب من المنصة الرئيسية، والطاير الطاير وبراق، براق والطاير، المعركة اشتدت، دارت رحاها هنا في الأمتار الأخيرة، براق الطاير، براق براق، إذا ينتزع الناموس، تهانينا لكم يا أهل الهير، والسلام لمنصور بن علي بالخصم الكتبي المركز الثاني، الطاير للسيد غانم بن منصور بن غانم السيف الخيرين، المركز الثالث جزيل للسيد متعب بن راشد آل سلعان المري، والمركز الرابع كان من نصيب نزاع للسيد محمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور المري، والمركز الخامس كان من نصيب شاهين أو الحنيش متعب بن عبد الله بن راشد الفيدان المري أو شاهين المبارك بن محمد العفاري. التوقيت الزمني هنا مشاهدين الكرام لبراق والطاير، وبراق هو من انتزع ناموس هذا الشوط، توقيت الزمني 13 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك براق منصور بن علي بالخصم الكتبي المركز الثاني، جاء الطاير والتوقيت 13 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا لغانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين. أما المركز الثالث جزيل جاء في المركز الثالث وتوقيته 13 دقيقة 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك جزيل متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري.